لغتنا مدير الصحة حماة بتوقف الدعم من الجهة المانحة بكتاب رسمي بتاريخ 1/1/2019. حاليا نحن مستمرين في العمل وتقديم الخدمة الطبية للمستفيدين في المركز، والكادر ملتزم بتقديم الخدمة الطبية بشكل تطوعي للمدنيين ريثما يتم تأمين بديل للدعم. المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية في المركز حاليا تكفي لمدة شهرين أو أقل. توقف لدينا في مديرية صحة حماة ما يقارب 5 مراكز صحية ومشفيين تخصصيين للنساء والأطفال ومركز بنك دم بالإضافة إلى منظومة إسعاف. هذه المراكز تقدم ما يقارب 200,000 نسمة في منطقة ريف حماة الغربي.